يوم أنا كنت في ثاني إعدادي كان متوسط. اليوم انتقل رحمة الله فعسى ربي يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات الفردوس. من المواقف اللي كنا نسويها وياه كان مدرس علوم، فدائما يكون في المختبر يا زينة. إيه، فعلى كبر سنة ما يطلع برا، كله قاعد في المختبر، يعني اللي بيه يوصل له. إيه إحنا النيلة وكذي. معظم الجرائم في ذا المختبر. فكنا دائما نيجي ونغربله نأذي. دائما نزعجه، وانت تعرف الريال الكبير في السن يحب الهدوء مره. اي احنا تونا يعني مراهقين شباب متوسط على قولتهم صغار، فكل شوي عنده كان يقول لنا بس يا شباب بس يا شباب عسى ربي يغفر له ويرحمه. والله اذكر اذا كنا يوم نتخرج يعني نطلع من ثاني اعدادي ثالث اعدادي كلمنا قال ترى انا احبكم وما اقول لكم هالكلام الا محبه فيكم، ما انسى كلماته لنا عسى ربي يغفر له ويرحمه. لا فضل علينا، درس اخوان كلهم، درس الاخوان كلهم، فما بالك يعني بالاجيال اللي درسها، يعني هو عمر قبل حمد وقبل عماد وقبل احمد درس اجيال وخرج اجيال، وعسى ربي يجعلهم في موازين حسناته يا رب. يا اخي ترى الواحد يتعجب من الاجور اللي تجي.